ارتباط هذا الأمر بالدستور المصري؟ بداية أحمد بيه، الدستور المصري ينص في المادة 86 منه على الآتي: الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس. دي مادة بالغة الأهمية لأنها تلقي التزام على الكافة، على القيادات، على المواطنين، على المسؤولين، الكافة ملتزمون بمراعاة الحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن الوطن وحماية الأرض. أيوة. إذا انتقلنا من هذه المادة، وهذه تسمى المادة تسمى الإطار العام، إلى المادة 152 تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهام قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية خاصة، هي أغلبية التلتين. ما حدث يوم أمس الأول، أيوة، أن مجلس الدفاع الوطني كان في اجتماع لمناقشة وسائل الحماية الخاصة بالأمن القومي الوطني، وخاصة أن الدستور بينص على أن مجلس الدفاع الوطني يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. أيوة. مجلس الأمن القومي تدارس هذا الأمر، مجلس الدفاع الوطني مش كده؟ نعم، مجلس الدفاع الوطني تدارس هذا الأمر. وبهذه المناسبة أحمد بيه أشير إلى أن مجلس الدفاع الوطني مشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية وبعضوية رئيسي مجلس النواب ورئيس الوزراء وزراء الدفاع والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة قوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة العمليات ورئيس المخابرات الحربية والاستطلاع، وطبعا يضم رئيس المخابرات العامة. هذا هو مجلس الدفاع الوطني بتشكيلته الدستورية واختصاصه الدستوري المتعلق بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. تدارس اليوم مجلس النواب في جلسة سرية. الجلسة السرية منصوص عليها في المادة 281 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لأن هناك العديد من الجلسات، في الجلسة العلنية، في الجلسة العادية، في الاجتماع الطارئ، في الجلسة الافتتاحية وهكذا. الجلسة السرية دي نظمت إجرائيا بأن تكون بناء على طلب السيد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس مجلس النواب، أو بناء على طلب 20 عضو على الأقل من أعضاء مجلس النواب، والمجلس يصدر قراره بالأغلبية بأن تكون الجلسة سرية. ولكن هناك أمرا إجرائيا هاما، لا يصدر هذا القرار إلا بعد مناقشة بيشترك فيها 2 من مؤيدي السرية و2 من مؤيدي أن تكون الجلسة علنية. القرار صدر، لا يحضر الجلسة سوى أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة، تخلى القاعة وشرفات القاعة من الحضور سوى لنا ذكرتهم أعضاء المجلس والحكومة، وأن يرخص لهم المجلس بناء على اقتراح رئيسه. في أمر إجرائي هام يا أحمد بيه، أن كل من حضر الجلسة يلتزم بعدم إفشاء ما جرى فيها، أيوة، بأي وجه من الوجوه. ولكني أود الإشارة إلى أن المادة 285 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أنه للمجلس، أي لمجلس النواب، أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية. مفاد ذلك أن المجلس يمكنه ألا يقرر أن تكون هناك محاضر للجلسات السرية. أما القرار الذي اتخذ هو أن المجلس دستوريا، مجلس النواب الذي يعبر عن الأمة كافة، عن 105 مليون مواطن، رخص دستوريا وقانونا للسيد رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة
بحماية أمن الدولة، الأمن القومي للدولة، هذه واحدة. وأيضا عاد مرخصا له في أن يرسل قوات ويحرك قوات مسلحة في مهام قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبعا الحدود مع ليبيا. السبب الدافع لذلك أن هناك أيضا مقدمات اعتداء على حدود الدولة على النحو الذي أشرت إليه سيادتك في مقدمتك الإحصائية الرائعة، والتي فيها أشرت إلى أن كل وكالات الأنباء العالمية نشرت كيف يمكن أن الأتراك قاموا بنقل قوات وعتاد عسكري وأسلحة بالمخالفة بقرار مجلس الأمن. بل أنا أؤكد لسيادتك أن العديد من وكالات الأنباء العالمية نشرت أن هناك دواعش تم نقلهم بمعرفة الأتراك إلى ليبيا نقلا من سوريا إلى ليبيا، وبالتالي يمكن أن يكونوا مهددين لدولتين على الأخص، هما دولتين حدوديتين هي مصر الحبيبة وأيضا تونس الشقيقة. لا، هو التهديد لمصر مش لتونس، ولا مع احترام لكل الدول وأشقائنا محترمين، ولكن هو التهديد والهدف. أردوغان مش هيهدد غير كلامه على مصر، مش على أي دولة أخرى والله يقينا. والسبب كمان سبب جغرافي هو الآتي، إن المسافة الحدودية الخاصة بالحدود الليبية والتونسية مسافة قصيرة جدا جدا، لا يمكن أبدا مقارنتها بمسافة الحدود المصرية الليبية. طبيعي هم يحاولون أن يهددوا الحدود المصرية، يحاولون أن يهددوا الأمن القومي المصري. أنا بعيدا عن المادتين الدستوريتين اللتين أشرت إليهما في مداخلتي مع سيادتك، وهما المادتين 86 و152 من الدستور، أنا أؤكد على أمر آخر هو واجب الدفاع الشرعي، لأن ميثاق الأمم المتحدة نفسه وقانون المسؤولية الدولية بذاته كلاهما نص على أن من حق الدول أن تتخذ إجراءات الدفاع الشرعي. الحرب هنا مقصود بها التحريك في لإعلان الحرب، لكن هناك أنواع عديدة من الحرب، في حرب دفاعية وفي حرب هجومية. لا شك أن تحريك القوات يقصد به الأمر الدفاعي، دفاعا عن الحدود، دفاعا عن المواطن المصري، دفاعا عن الأمن القومي المصري. هذه واحدة. الحرب تقليديا كانت تكون على الجغرافيا، يعني على الحدود، وكانت تكون على الثروات الطبيعية، لكن منذ عدة سنوات قلائل وجد الحرب ضد الإرهاب، الحرب على الإرهاب. ليه؟ لأن الإرهاب إنما هو تهديد للأمن القومي للدول، هو تهديد لمقدرات الشعوب. فالدولة ملتزمة دستوريا وملتزمة وفقا لميثاق الأمم المتحدة بأن تتخذ إجراءات الدفاع الشرعي، وأن تحول دون إمكانية اختراق الحدود المصرية، دون إمكانية أن ينفذ من هذه الحدود. وإن شاء الله لا يمكن بفضل القوات المسلحة الباسلة أن يحدث نفاذ أو اختراق من قبل هؤلاء الأشرار. بيان المجلس النواب الموقر اليوم أشار إلى الإرهاب وإلى القوات، إلى العناصر الإرهابية الأجنبية، العناصر الإرهابية الأجنبية حددها وأشار إليها. وهذه عبارات وإشارات بالغة الأهمية، لأنه بالقطع لا يلزم الاستفاضة فيها، لأنها كافية معبرة بذاتها عن أن هناك خطورة يمكن لها أن تحدث لو لم يتخذ المجلس، مجلس النواب أعني، هذا القرار. لكن يلزم الإشارة إلى أمر هام، التفويض جاء بالطريقة الآتية: الزمان، الوقت، والمكان. أمر هام جدا. إذن اعتبارات عسكرية هامة ستكون أمام متخذ القرار، وهي القيادة السياسية، لأنه قرار يصب في المصلحة القومية الهامة للدولة ويحقق المصلحة الاستراتيجية. قد تكون هناك اعتبارات أمنية تحيط بالتوقيت وما إلى ذلك، هذه أمور يعني متروكة للقيادة، متروكة للقيادة. ولكن أنا أؤكد أن الأتراك
لا يمكن بحال من الأحوال أن يسمح لهم باختراق الأمن القومي المصري. إن مصر قوية بجيوشها بشعبها بقيادتها وستظل كذلك على الدوام. وأقول دائما ويقول 150 مليون مصري، أنا أستمع لهم في 105 مليون مصري. تحيا مصر دوما دائما. بشكرك مصر دوما. دكتور صلاح فوزي بشكرك شكرا جزيلا. كلنا الجيش المصري ترند هاشتاجنا اللي أطلقناه.